السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم تمت بنجاح منقطع النظير عقد الجمعية العمومية لاختيار نقيب خلفا للمرحوم النقيب رجاء عطية. واليوم أود أن أوضح مجموعة من الحقائق هامة ولازمة لكي تعلموا ماذا قدمنا لنقابة المحامين وللسادة المحامين. خلى موقع النقيب بوفاة النقيب الراحل في 26/3/2022، وإصرارا من المجلس على تطبيق أحكام القانون قررنا في جلسة 8/5/2022 فتح باب الترشح لموقع النقيب، وكان فتح باب الترشح في شهر 7، وقررنا إجراء دعوة الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات في 4/9/2022، وهي مدة زمنية لم يسبق لنقابة المحامين أن تعطي فرصة للمرشحين من شهر 5 حتى شهر 9، 4 أشهر كاملة لكي يباشر دعايته الانتخابية ويجهز نفسه للانتخابات. اعترضتنا في سبيل أداء العملية الانتخابية بعض العقبات القانونية والمتوقعة والواردة، وقالوا أننا لا نرغب في إجراء الانتخابات تارة، وتارة أننا ننحاز لمرشح بعينه. ورغم كل هذا لم نستمع إلى ما يدور خلفنا وسرنا في طريقنا، وأخذنا قرار أن الانتخابات لابد من إجراءها. لن يوقف الانتخابات إلا حكما قضائيا. لا يجوز لمجلس النقابة ولا يحق ولا يمكن لمجلس النقابة أن يوقف الانتخابات تحت أي ظرف من الظروف إلا بحكم قضائي، باعتبار أننا بنحترم أحكام القضاء. رغم صدور أحكام منذ قبل الانتخابات بأسبوع، وأنا بجهز انتخابات ل 300,000 ناخب و 19 مرشح، وبالرغم من هذا اشتغلنا 20 ساعة في 24 ساعة عشان نعقد الجمعية العمومية في موعدها. وأنا بقول لزملائي الذين كانوا يشككوا في إجراء العملية الانتخابية، نحن المصلحة الأولى لنا هي نقابة المحامين. الهدف الأول لنا هو نقابة المحامين. أجريت العملية الانتخابية في سلام وتمت رغم كل العقبات التي تعرضنا لها، محاولة عرقلة انعقاد الجمعية العمومية، العرقلة فيما يتعلق بأماكن اللجان، كل صور العرقلة تغلبنا عليها بحمد الله، وعقدت الجمعية العمومية. لأني أنا ومجلسي مقتنعين تمام الاقتناع أن النقابة بلا نقيب منتخب من الجمعية العمومية هي جسد بلا رأس. صحيح احنا خلال الخمس شهور وأسبوعين أدينا بشهادة جميع المحامين المؤيد والمعارض أننا أدينا بنجاح كبير جدا. احنا زودنا موارد نقابة المحامين، أضفنا إلى خزينة نقابة المحامين مبالغ لم يتخيل أحد إضافتها، قدمنا خدمات علاجية لم يسبق لنقابة المحامين أن تقدمها، أنهينا بنجاح شديد جدا إجراءات المعاش، مشغلين وفقا لنص القانون في تنقية الجداول بسلام وبهدوء وبروية وبشكل قانوني جدا. وأنا قلت في أحد اللقاءات السابقة أن كل من أسقط قيده لم يتقدم بتظلم، لأنه عارف أن كلام نقابة المحامين صح. عشان كده أنا وددت أن أنا أقول لكم هذه الكلمة قبل إعلان النتيجة بدقائق. العملية الانتخابية تمت بنجاح شديد جدا، تمت بشفافية مطلقة، تمت بنزاهة فوق الخيال. لجنة قضائية مشرفة، اللجنة المشرفة من داخل نقابة المحامين، عدت وجهزت للعملية الانتخابية منذ أكثر من شهر، وأنا
باسمي وباسم مجلس نقابة المحامين بتوجه بخالص الشكر والتقدير لزملائي أعضاء اللجنة وأعضاء المجلس، وأيضا طاقم العمل الإداري الذي بذل جهدا خارقا في سبيل إتمام عقد الجمعية العمومية في موعدها. أنا دايما بقول إحنا هدفنا نقابة المحامين وهدفنا المحامين، وهنسعى وهنعمل وهنهنئ النقيب الجديد اللي هيعلن فوزه اليوم. وأنا بقول لكم إن النقيب الجديد أيا كان اسمه لابد إن هو إن شاء الله يكون ملتزم معنا بنفس السياسة اللي بنعمل بيها وبنفس الخطة اللي اشتغلنا بيها خلال الأشهر الماضية. وأشكركم.